يسرني أن أعطي انطلاقة التظاهرة المخصصة لهذا الحادث، وهي انطلاقة القافلة اللي رايحة تقطع كل شوارع مدينة وهران. نحن على أقل من 100 يوم من حفل افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بمناسبة ناقص 100 يوم على انطلاق الافتتاح الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران. وطبعا هذه الفعالية كانت من تنظيم لجنة تحضير الألعاب مع تنسيق مع السيد الوالي ومصالح ولاية وهران ومع فعاليات المجتمع المدني. طبعا هذه المبادرة هي من أجل تحسيس مواطني ولاية وهران ومدينة وهران على وجه الخصوص بأهمية الحدث. اليوم على كل حال يبقى 100 يوم بالنسبة لبداية ألعاب البحر الأبيض المتوسط. احنا متفائلين جدا على كل حال، متفائلين لماذا؟ لأنه في الأيام الأخيرة هذه كان لجنة التنظيم الدولية يعني بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط كانوا موجودين هنا 30 عضو من بين 33، وكانت اجتماعات معاهم، كانت زيارات ميدانية، وتفائلوا، هما تفائلوا كثير وعرفوا انه مدينه وهران الباهيه المدينه الجميله، ف يعني احنا مستعدين لتنظيم هذه التظاهرات.